السلام عليكم. ثاني فيديو اليوم هي الثلاثاء. اشنا هو اسهل برنامج للهجرة الى كندا؟ كنعرفوا بان كاين اريما، كاين اتلانتيك، كاينين برامج اخرى صغيرة مثلا كتجي كمستثمر السياحة، وكاين اونتري اكسبريس، وكاين السياحة يعني تغيير فيزا سياحية الى تصريح عمل. ولكن شنو هما اللي ساهل فيهم؟ شنو هو اللي ساهل فيهم؟ هو اونتري اكسبريس. اونتري اكسبريس اولا ساهل لانه مطلوب في كندا كاملة من غير مقاطعة كيبيك. ثاني حاجة انه المدة ديالو سريعة باش يدرسوا لك الملف ديالك سريع. ولكن كاين شويه المصاريف، يعني كتدفع شويه المصاريف على الملف ديالك باش تيزيد القدام. هذا هو اونتري اكسبريس، الدخول السريع الى كندا. راه مسمينو الدخول السريع لانه هو اسرع واحد واسهل واحد. ولكن ماشي اسهل، راه من طبيعه الحال تيطلبوا لك الدبلومات وتيطلبوا لك بزاف الحوايج. راه اي حاجه عندهم هنا بالدبلومات. واللي بغيت نقول لكم وهو اننا غندخلوا في هذوك لي كاتيجوري ا بي سي، غندخلوا فيهم تدريجيا. راه دابا ولو سميهم فير 1 فير 2 فير 3. من 2022 بدلوا لهم السميه ولا فير 1 فير 2 فير 3. اللي غنقول لكم على هذه القضيه باش نبداو ونكملوا في فيديوهات اخرين، وهو ان مقاطعات اخرين انجلوفون ناطقه بالانجليزيه، 9 المقاطعات اخرى ناطقه بالانجليزيه، يمكن لك ان رغم مهما يكون تصريح عمل ديالك ملي كتنتهي انك تبدلو التصريح الاقامه الدائمه، اقامه دائمه الا في مقاطعه كيبيك. مقاطعه كيبيك راهم مزيرين شويه، كتنتهي لك المده وكتدفع الطلب للريزيدونس بيرمانونت، ولكن المده ديال تصريح العمل ديالك راه انتهت. خصك تجدد، خصك يا اما تبقى مع هذاك المشغل ديالك تعاود تجدد معاه، او لا وعاود يدير الكونترا اخرى عاوتاني معاه، او لا كتبحث قبل ما يسالك تصريح العمل ديالك كتبحث على مشغل اخر اللي يدير لك هذيك او اي ام تي ويدير لك لاكاك باش ملي تكمل لك المده ديال مع هذاك الاول كتمشي عند الثاني، ومع الثاني كدير معاه تتحدد معاه. يعني ما يقول لك ندير معاك عامين، تقدر دير معاه غير عام ولا مع الثاني. المهم هذه معلومات تكون في راسكم، انه لي كاتيجوري كلهم ما تقدرش تبدلهم في مقاطعه كيبك حتى تيسالي لك تصريح عمل. ولكن كاينين شي كاتيجوري واخا تيسالي لك تصريح عمل ما يمكنش لك انك تحصل على الاقامه الدائمه في مقاطعه كيبك، بينما في المقاطعات الاخرى الانجلوفون يمكن لك، وخصوصا مقاطعه مانيتوبا، خصوصا مقاطعه مانيتوبا ناطقه بالانجليزيه، دايرين تسهيلات. يلا نخليكم على خير والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.